هي المرأة بتكون في الشارع وبتلاحظ ان دراجة ابنها مع رجل غريب، فالمرأة بتخاف على ابنها وبتتصل في الشرطة فورا وبتبلغ عن الرجل بانه سرق دراجة ابنها ويمكن هو بخطر. فعلا الشرطة بتصل بسرعة وبيحكي لهم الرجل انهم فاهمين الموضوع خطأ، وبيحكي لهم ان هو انقذ ابنها واخذ الدراجة من السارق حتى يرجعها لابنها، بس هن ما بيستمعوا لحكيه بسبب انه من اصحاب البشرة السوداء. واثناء اعتقال الشرطي للرجل بيصل الولد صاحب الدراجة وبيحكي لوالدته ان الرجل انقذه وهو يلي اخذ الدراجة من السارق. فالام بتفكر الابن عم يحكي هيك من الخوف، بس الابن بيأكد لها الكلام، وبتخجل الام من نفسها لانها حكمت على الرجل بدون ما تستمع له. والعبرة من الفيديو بتكون ان دائما استمعوا قبل ما تظلموا حدا وتحكموا عليه بناء على شكله.